بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 32 من دروس قراءة وشرح كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ونفعنا به. ولا زلنا أيها الأحبة في الكلام على أركان أو فرائض الوضوء، وتكلمنا في الفروض الأربعة الأولى، وهي النية وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس، ووصلنا إلى الفرض الخامس وهو قول الإمام رضي الله تعالى عنه. الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. طبعا كلمة مع هذه للإيضاح، وإن كانت وردت في القرآن الكريم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال إلى بمعنى مع، وقد سبق أن فصلنا هذا مع في بيان الكلام على المرفق. الآن نقول غسل الرجلين مع الكعبين. طيب ما الكعبان؟ في آخر القدم، الجزء السفلي من آخر القدم اللي العوام عندنا بيقولوا له كعب، هذا اسمه عقب، هذا اسمه عقب. وفي كل رجل عقب واحد، ولهذا لما رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعض الأعقاب لم يصلها ماء الوضوء قال ويل للأعقاب من النار. بينما الكعبان كل رجل فيها كعبين، وهما كما قال الإمام النووي العظمان الناتئان عند مفصل الساق، من كل جهة من جهات الرجل في عظم ناتئ، هذا هو الكعب. وفي كل رجل كعبان، هذا يختلف عن العقب اللي احنا متعودين نقول عنه كعب. قال وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. القدم اللي هو القطعة اللي بتمشي عليها، والساق العظمة اللي واصلة بالقدم. عند المفصل في عظمتين، هذول اسمهم كعبان، كعبين. قال وفي وجه أو حكي وجه أنه الذي فوق مشط القدم، مشط القدم. قلت الإمام النووي يقول هذا الوجه شاذ منكر بل غلط، والله أعلم. وحكم الرجل الزائدة والرجل المقطوعة، كل هذه التفصيلات إيش حكمها؟ قال وحكم الرجل الزائدة ما سبق في اليد، ما سبق
في اليد. طيب الآن عندما قلنا بأن الفرض الخامس هو الغسل، طب لنفترض أنه واحد قال أنا بدي أمسح الخفين، بنقول له أيوة صح كلامك صحيح، إن هنالك أصل وهنالك بدل. ولهذا قال النووي: ومراد الأصحاب بقولهم غسل الرجلين فرض إذا لم يمسح على الخف. متى يكون الرجل غسلها واجب فرض؟ إذا ما بدك تمسح الخف، وإلا فإن المسح على الخف جائز بإجماع أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ومراد الأصحاب بقولهم غسل الرجلين فرض إذا لم يمسح على الخف، أو أن الأصل الغسل والمسح بدل. البدل متى نلجأ إليه؟ متى نتطرق إلى البدل؟ عند غياب الأصل. طبعا هو اختصر كثيرا في الرجل، لأنه سبق أن فصل التفصيلات الرجل المقطوعة واليد المقطوعة وما يتفرع عن هذا. الآن ذكر الإمام النووي مسألة، وهي قوله تعالى: فرع من اجتمع عليه حدثان. طبعا هذه مسألة من المسائل التي يفرعها الفقهاء. طبعا بداية عندما نقول بأنه في عندي حدث أكبر وحدث أصغر، وسيأتي معنا نواقض الوضوء، منها النوم، ومنها لمس المرأة، ومنها البول. لنفترض أن شخصا ما اعترضه، نام، صحي من النوم، راعت والدة أجلكم الله، الآن كم حدث عنده؟ حدثين. هذا العزابي إذا كان متجوز ولمس زوجته أو قبلها، هاي صار معه ثلاث. طيب هذا الذي عنده ثلاث أحداث لازم يتوضأ ثلاث مرات ولا بيكفي مرة واحدة؟ لا، مرة واحدة بالإجماع ما في. طيب أحيانا شخص بده يغتسل من جنابة وفي عنده حدث أصغر، اجتمع عليه حدثان. هذه المسألة من اجتمع عليه حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، بده يفصل فيها الإمام النووي. بيمشي فيها إنك تغتسل ومسامحينك عن الوضوء وخلص، ولا لازم الحدث الأصغر بده وضوء والحدث الأكبر بده اغتسال؟ هذا ما سيبينه لنا الإمام في هذه المسألة. قال: من اجتمع عليه حدثان، حدثان يعني أكبر وأصغر، مش بول وقبلة أو بول ونوم، لا، هذا حدث واحد. من اجتمع عليه بول وقبلة زوجته ونوم، هاي صاروا ثلاث أحداث لكنه حدث واحد، كله حدث أصغر. ولو بال 20 مرة، ولو بال 20 مرة اسمه حدث واحد، لكنه يتكلم عمن اجتمع عليه حدثان، حدث أكبر جنابة يعني وحدث أصغر. قال: من اجتمع عليه حدثان أصغر وأكبر، فيه أوجه. فيه أوجه، أوجه للأصحاب، يعني لأصحاب وتلاميذ والعلماء الذين اقتدوا بالشافعي وقلدوه وتابعوه على مذهبه، وهم جماعة مجتهدون كبار، ولهذا لكل واحد منهم وجه. فنقول في أوجه. الصحيح المعتمد في المذهب أنه قال: يكفيه غسل جميع البدن بنية الغسل وحده ولا ترتيب عليه. خلاص انت اغتسل والوضوء بسقط عنك. ليش؟ قال لك: يا أخي، ما هو الغسل هذا طهارة كبرى، فإذا الطهارة الكبرى يعني عدم مؤاخذة، أعطيك مثال عدم مؤاخذة، ما تفوت على المطعم تطلب منه كيلو مشاوي بعطيك صحن حمص، ويمكن ما يحاسبك على الحمصات، لأن الحمصات وين دخلن؟ دخلن بالمشاوي. طبعا هذا يعني تشبيه فقط. الآن أنت عندما تريد أن تتوضأ، إيش هي أعضاء الوضوء؟ وجه ويدين. طب ما أنت مغتسل، لما اغتسلت غسلت وجهك ولا لا؟ ولما بالاغتسال غسلت إيديك، وبدل ما تمسح رأسك غسلت رأسك وغسلت رجليك. إذن كل أعضاء الوضوء
دخلت في إيش؟ في الاغتسال. فهم بقول لك الصحيح في المذهب الصحيح أنه يكفيه غسل جميع البدن. لما تغسل وجهك خلاص حدث أكبر وحدث، أنت غسلت وجهك عن الحدث الأكبر، طب ما الأصغر دخل فيه، وغسلت إيدك عن الحدث الأكبر، الحدث الأصغر دخل فيه، وغسل وجه انتهينا. ولهذا الصحيح في المذهب أنه أنت لما تكون عليك جنابة ومستيقظ من النوم، بولت، إيش أي عمل ارتكبته يوجب الوضوء، منقول لك الوضوء دخل في الغسل. ولهذا قال النووي الصحيح، الصحيح يعني المعتمد في المذهب، يكفيه غسل جميع البدن بنية الغسل. الحدث الأصغر يدخل بالأكبر، قال بنية الغسل وحده ولا ترتيب عليه. هنا من رحمة الله عز وجل بنا قال لك مسامحينك بالترتيب، مسامحينك في الترتيب، خلاص اغسل بدنك كامل بنية الغسل، بتروح بتصلي مباشرة، فيش داعي تتوضأ. هذا هو المذهب. طب الأوجه الثانية، الأوجه الثانية ضعيفة يعني غير معتمدة، ولهذا أنا بدي أقرأها، ربما أستسهل ويعني ما بدي أشرحها لأنه مش ما بتهمنا. أنا بهمني استيقظت من النوم، عليك جنابة وعليك حدث النوم، حدث البول، حدث 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 حدث، اغتسل واتكل على مولانا وخلاص أنت قاهر من الحدثين الأكبر والأصغر. هذا هو المعتمد. طيب الوجه الثاني قال لك يجب نية الحدثين إن اقتصر على الغسل. قال لك اغتسل بس انوي الحدثين. شو الفرق بين هذا القول واللي قبله؟ اللي قبله قال لك انت انوي الغسل الوضوء يسقط، بالثاني قالوا لا، قال لك لا اغسل جميع بدنك زي الأول بس بنية الحدثين. أنا يا سيدي انوي الحدثين مش إشكال، بس لو نويت الغسل وحده، لو نويت الوضوء وحده ظليت جنب ما استفدت إذا نويت الوضوء وحده، لكن إذا نويت الغسل الوضوء يدخل في الغسل، لأنه زي ما حكينا أعضاء الغسل هي عبارة عن أعضاء الوضوء بالإضافة إلى بقية أعضاء البدن. طيب الوجه الثاني قلنا ينوي نية الحدثين. طيب والثالث يجب وضوء مرتب، تتوضأ وضوء كامل وبتغتسل، وضوء كامل للحدث الأصغر واغتسال للجنابة، هذا وجه ثالث. قال يجب وضوء مرتب وغسل جميع البدن، فإن شاء قدم الوضوء وإن شاء أخره. طيب والرابع يجب وضوء مرتب وغسل باقي البدن، بتوضأ بتوضأ هذا الوضوء عن الحدثين، طيب شو كمان بده يعمل؟ بده يكمل باقي البدن، بطن وصدر وأفخاذ ورجلين، بقية الرجلين اللي ما غسلها بالوضوء. قال هذا كله إذا وقع الحدثان معا أو سبق الأصغر، وأما إذا سبق الأكبر فطريقان، طريقان اختلاف الأصحاب يعني في حكاية المذهب، أصحهما طرد الخلاف، يعني اللي سبق سبق سواء اللي سبق الأصغر ولا اللي سبق الأكبر نفس الشيء، والثاني القطع بالاكتفاء بالغسل. وهذا هو المذهب في أي في جميع الصور، نقول إنه إذا اجتمع عليك حدثان أكبر وأصغر دعك من تفريعات، هذه التفريعات نعطيها لمن أراد أن يستزيد في العلم. المهم إنه عليك حدثان، إيش بكفيك؟ نية الغسل احتياطاً، انوي الحدثين بمشي حال، لكن لو نويت الغسل وحده بتروح بتتوضأ بتمس المصحف بتدخل المسجد بتطوف بتسوي اللي بدك إياه. قال ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه، هاي مسألة. شوفوا ورد الاغتسال عن حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديثين، حديث رواه السيدة عائشة وحديث رواه أم سلمة. تعرفوا اغتسال النبي ما بنفع يروينا يا سيدنا أبو هريرة أو سيدنا عمر،
اغتسال هذا. من الذي يطلع على الرجل أو المرأة لما يغتسل؟ فقط زوجته أو زوجه، ما في زوجها أو زوجته. ولهذا الذي روى لنا كيفية غسل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زوجات الحبيب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وصلى الله تعالى وسلم على زوجه وآله، على أزواجه وآله. طبعا الزوجات من الآل، دعكم من هذول اللي بخربطوا وبقولوا آل النبي بس أولاده وفاطمة وخديجة رضي الله تعالى عنهم، طبعا هذول على عروسنا، لكن لا، زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كمان من آله. في آية يا باب هيك لما جاء الكلام عن زوجات النبي في القرآن الكريم قال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، الخطاب لزوجات النبي، إنما يريد الله أن وإذا يعني عدم أخذ أهل الرجل، أنا أقول لك أهلي مين؟ أهلي مرتي، فما علينا ما علينا. المهم إحدى الحديثين تقول إحدى زوجات النبي أظنها السيدة عائشة قال فتوضأ وضوءه للصلاة، أثناء الغسل توضأ وضوءه للصلاة. الرواية الثانية رواية أم سلمة والله تعالى أعلم قال فتوضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل رجليه، بعد ما كمل اغتسال غسل رجليه وطلع. فصار في روايتين، إما الوضوء كامل وإما الوضوء كامل مع تأخير غسل الرجلين. هنا الإمام النووي بفرع في هذه المسألة قال والوجه الثالث، لا هذا حكينا، وإن قلنا بالصحيح، لا وين صرنا إحنا، طيب مش مشكلة. قال ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث، هاي مسألة متصيرة. طبعا إحنا قلنا إنه الراجح والمذهب الصحيح إنه أنت إذا نويت الاغتسال سقط عنك الحدث الأكبر والأصغر ولا الاثنين؟ الاثنين. طيب بعد ما غسل رأسه وغسل وجهه وغسل كتافه وهو بالحمام، ليفترض أنه مس ذكره، ومس الذكر عند الشافعي ينقض الوضوء، أو أخرج ريحا بنص الاغتسال. طب لما أخرج ريحا بطل ينفع الغسل للوضوء، صار بده وضوء. فهون شو بقول؟ ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه، اغتسل كامل ثم أحدث. الآن هذا الحدث حدث أصغر يعني أخلى بالوضوء، لكن الغسل ما عليه شيء. قال فإن قلنا بالوجه الثالث وجب وضوء كامل للحدث، بده يعيد وضوء كامل للحدث وغسل الرجلين للجنابة صار عليه، لأنه لما قلنا الوجه الثالث، الوجه الثالث لازم يغتسل ويتحمم، يغتسل ويتوضأ. طيب هو لما أحدث قبل غسل الرجلين، الرجلين بدهم غسل للجنابة وغسل للوضوء، بس هذا قلنا الوجه مرجوح يعني طنشو. قال للجنابة يقدم أيهما شاء، فتكون الرجل مغسولة مرتين، وإن قلنا بالرابع وجب غسل الرجلين بعد أعضاء الوضوء، ويكون غسلهما واقعا عن الحدث والجنابة جميعا. الآن هذا اللي بدنا إياه. وإن قلنا بالصحيح الأول وهو يكفيه غسل، فعليه غسل الرجلين عن الجنابة وإعادة الوضوء، فعليه غسل الرجلين عن الجنابة وغسل سائر أعضاء الوضوء عن الحدث، عن الحدث لأنه أحدث. فإن شاء قدم الرجلين، وإن شاء أخرهما أو وسطهما، وعلى هذا يكون المأتي به وضوءا خاليا عن غسل الرجلين، فإنهما يغسلان عن الجنابة خاصة لأنه أخر الرجلين كما حكينا بالأول. قال ولا يختص هذا بالرجلين، بل لو غسل الجنب من بدنه ما سوى الرأس والرجلين أو اليدين والرأس والرجلين كان حكمه ما ذكرنا. هنا يقول النووي رضي الله تعالى عنه
قلت الصحيح في الصورة المذكورة أنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء. لما أحدث صار عليه وضوء، إحنا قلنا إيش؟ في أعضاء الوضوء الثلاثة. دقيقة شوي. إحنا قلنا نسيت شو بدي أحكي. إحنا قلنا إنه لما يغتسل ناويا الاغتسال الجنابة تدخل، الحدث الأصغر يدخل في الأكبر، بس الترتيب مسامح. لكن لما أحدث بنص الحمام بطل مسامح الترتيب، لازم يجيب وضوء مرتب لأنه أحدث في منتصف أو أثناء الحمام. الآن شو بقول؟ قال الراجح أنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء الثلاثة وهو مخير في الرجلين، يعني لازم يغسل الوجه بعدين اليدين بعدين الرأس، الرجلين متى ما غسلهم يغسلهم، بعد الثلاثة هذول ولا لحالهم بالأخير حره. قال كما ذكرنا وقيل هو مخير في الجميع وقيل يجب الترتيب في الجميع، فيجب غسل الرجلين بعد الأعضاء الثلاثة، والله تعالى أعلم. هنا نكون وصلنا إلى الفرض السادس، فرض الترتيب. والترتيب فهمه الإمام الشافعي من نص الآية ومن فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يعني عمر النبي ما غسل رجله بعدين غسل وجهه. مواظبة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب هذه الأعضاء طول حياته، ما ورد، ما جاءنا لو بحال ضرورة، حال استثناء، حال كذا، إنه النبي غسل إيده قبل وجهه. وهناك أدلة أخرى إن شاء الله تعالى سنأتي عليها عند الكلام عن الفرض السادس إن أحيانا الله تعالى يوم الخميس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وفيما وهبنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم. اللهم يا الله يا كريم، جاء اللهم لقد طغى عليهم الأعداء، يا إلهي يا الله يا كريم، لقد أرانا الأعداء فينا قوتهم فأرنا فيهم قوتك يا ربنا. اللهم انصر إخواننا، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بملائكتك، اللهم اجعل نار الأعداء عليهم بردا وسلاما، واجعل قذائفهم على الأعداء نارا تحرقهم يا الله يا كريم. اللهم أهلك أعداءهم، اللهم دمر أعداءهم، اللهم لا تذر على أرض فلسطين من الكافرين ديارا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم دمر قوتهم، اللهم دمر اقتصادهم، اللهم دمر جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا وامنحنا أكتافهم. اللهم عجل في تحرير المسجد الأقصى وارزقنا شهادة على أبوابه، إنك سميع قريب مجيب. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.